طالب أهالي الأنبار بعمليات عسكرية لمحاربة فلول داعش في الصحراء الغربية ونصب كاميرات حرارية لتأمين الشريط الحدودي مع الجارة سوريا. ونطالب عمليات عسكرية في الصحراء الغربية لمطاردة فلول داعش المجرم. تعاون مع القوات الأمنية جيد جدا. ما نريد نرجع مرة على الأول. ولا والله الحمد لله الشرطة هنا متواجدة وكل شيء ماكو أمن وأمان الحمد لله. بس نطالب بس يعني يضبطون الحدود والصحراء. مثل ما تدري يعني مفتوح مع سوريا. وسوريا بعد الوضعية ما مثل يعني مو مستقرة. فالجايز أي شيء يصير هسه بالصحراء يتحول لسلبية وين؟ على داخل المركز المدني مالي. فحطها بس القوات الأمنية يعني يتوجهون يحرروها. ويرى مختصون أن تأمين الحدود من قبل العمليات المشتركة تعد خطوة للخلاص من داعش، لا سيما مراقبة الصحراء بالطائرات المسيرة لترقب تحرك أي محاولة للإرهابيين. هذا كلما تم تأمين الحدود بين العراق وسوريا كلما عادت الوضع الاقتصادي والوضع الأمني الجيد إلى البلد وإلى محافظة الأنبار خصوصا، وكذلك لابد من تحريك طائرات مسيرة على مدار 24 ساعة لتغطية الصحراء الغربية للحد من تحرك تلك الجيوب الإرهابية لتنظيم داعش الإرهابي. استمرار العمليات العسكرية في المناطق الصحراوية لملاحقة فلول داعش وتدمير مضافاتهم لتنعم المحافظة بالأمن والأمان. من صحراء الأنبار، نور الدين العبيدي، قناة التغيير.